والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أخبار المال والأعمال وشروق عماد الدين. إليك شروق. شكرا لكما يوسف وليلى، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الخطوات التي تتخذها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية بهدف إسراع الجهود الخاصة بهذا الملف لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بوجه عام. كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023. وأشار البنك إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلا شهريا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق. أعلن البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسة المنافسة لعام 2023. وتتنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم، حيث تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج إذ محت المخاوف من تعثر الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم أثر ارتفاع أسعار الخام، وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.3% منهيا سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات، بينما انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.1% ممددا خسائره للجلسة الرابعة على التوالي. أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 1.36% على أساس سنوي، ومقارنة مع الشهر السابق ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.8%، حيث كان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع النقل والوقود والإنارة والألبان ومنتجاتها. كشف الحزب الجمهوري والولايات المتحدة عن خطة مؤقتة غير تقليدية لتمويل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية والمهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها. وقالت وسائل إعلام أمريكية أنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفيدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، بينما سيتم تأجيل الباقي إلى 2 فبراير. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة السادسة، ومن جديد عودة إليكما ليلى ويوسف. شكرا لك شروق.